اذا احنا اكتشفنا شو المشكلة اللي كان صايرة معنا اللي اعطاني اياها بالفيديو اللي قبل هذا، انه لما انا اجيت اعمل كونكشن من الكلاينت على السيرفر تبعي اعطانا المسج الايرور، كانت الحل اعمل شت داون لكل اجهزة شغلها بتنحل المشكلة. طيب لكن لاحظوا انه احنا لما نرجع على الرايت مانجمنت سيرفر وندخل على التولز ونشغل السيرفر اللي اسمه الاكتيف دايركتوري رايت مانجمنت سيرفيس، طبعا هي اللي من خلالها انا بشتغل كل شغلي. لما اجي على هذا السيرفر، اجينا احنا المره اللي فاتت وعملنا تمبلت. التمبلت شو الهدف منها؟ التمبلت الهدف منها انه الموظف بدل ما يجي يعمل الريستريكت على الفايل تبعه اللي هو الوورد هذا اللي انا بدي اياه، يعني هو اجى على البابليك فولدر على الاي تي موظف بالفايل سيرفر، اجى عمل اوفيس سماه باسمه، هذا الاوفيس اللي عمله الوورد بده لما حدا تاني يدخل عليه ما ياخذ منه لا كوبي ولا يعدل عليه ولا يعمل له ريستريكت. هذا الفايل لو حطيته على فلاش تكون سرقت، ما حدش بيقدر يعدل عليه ولا حدا بيقدر يفتحه. هذا الفايل ممكن تعمل له ريستريكت انه ما حدش حتى يعمل له ريد الا لما يكون سيرفرك شابك مع الرايت مانجمنت عشان يفك الريستريكت. تمام، لما اجينا هون احنا نشغله لهذا الفايل واجيت افكر اعمل الريستريكت، لقينا هون عند ريستريكت بيرميشن مفيش التمبلت اللي انا كنت عملتهم المرة اللي فاتت، وقلت لكم مايكروسوفت عالجت هذا الموضوع في ويندوز سيرفر 2016 انه صارت تظهر لحالها، اما في ويندوز سيرفر 2012 هي بوليس اللي ممكن اخليها تظهر لي هذا الموضوع. ايش اللي تظهر لي اياه؟ انه احنا اجينا هون على الرايت بوليسي تمبلت، اول خطوة عملناها احنا اجينا انشأنا فولدر جوات السيرفر تبعي الدومين كنترولر، نزلنا عليه بارتيشن الاي ورحنا عملنا فولدرين، عملنا البابليك وعملنا فولدر ايش سميناه؟ الار ام اس تمبلت، اللي قلنا الار ام اس تمبلت اي واحد انا عامله من التمبلت رايت بوليسي راح يظهر جواته، صح؟ انا راح اجي هون على السيرفر تبعي، هاي التمبلت اللي عملناها المره اللي فاتت راح ادلتها عشان نعيد التمبلت من اول وجديد، بس عشان التمبلت اللي بعملها تتخزن هون بهذا المسار اتفقنا انه احنا دليناه قلنا له انه التمبلت راح نخزنها في اي مسار اللي هو جوات باك سلاش باك سلاش جوات ال192 168 01 باك سلاش ار ام اس تمبلت، صح؟ فاجينا هون على الرايت مانجمنت قلنا له بدنا نعمل تشينج ديستريبيوتد بوليسي، وقلنا له اعمل انيبل اكسبورت وغير لي مسار التمبلت اللي راح اعملها لهذا المسار. فلما اجي على الرايت تمبلت واقول له بدي اعمل لك كرييت ديستريبيوتد رايت تمبلت اد، اول وحده بدي اضيفها فيو، اقول له بدي اعمل اول تمبلت تكون جاهزه، بدل ما الموظف يعمل ريستريكت على مزاجه انا بجهز له تمبلت استخدمه. تمام، فراح اقول له فيو، اخذ الفيو هاي عشان تفتح معي الاد لازم اجي اقول له كوبي بيست واقول له اد نيكست. اجى قال لي لمين بدك يعني هاي الفيو على مين راح تطبقها؟ احنا عملنا جروب مين؟ الاي تي جروب اللي فيها يوزر زياد ويوزر مين؟ احمد. اقول له هاي التمبلت راح تطبق على الاي تي جروب، واتفقنا انه لازم بالايميل، صح؟ اقول له اول تمبلت بدي اعملها تكون ايش؟ فيو، يعني اي شخص بده اليوزر اللي مثلا زي زياد يبني دوكيومنت ويقول بدي استخدم التمبلت البوليسي اللي اسمها فيو، معناته اي واحد في الاي تي جروب بوليسي في الاي تي جروب قصدي مش راح يقدر يدخل على هذا الفايل الا كفيو. فاقول له نيكست، هون الاكسبايرد وما الاكسبايرد فينش، شرحنا هالكلام. اعمل التمبلت الثانيه اقول له هالمره بدنا نسميها موديفاي، واجي اقولها كوبي بيست اد، هالمره اقول له خلي الموظفين اللي هم بالجروب الاي تي يقدروا يعملوا لغايه سيف واديت، سيف واديت وفيو، ونقول له فينش. اذا انا عملت تو تمبلت، صح؟
والتو تمبلت فعليا تخزنوا بالمسار اللي هو في السيرفر، الفايل سيرفر اعتبرناه اللي هو جوات الفايل اسمه RMS تمبلت هاي. لكن ظلت عندي مشكلة انه لما بيجي الكلاينت يشغل من هون التمبلت اللي انا سويت له اياها ما بتظهر، اذا هو راح يعمل واحدة على مزاجه. طب بدي يستفيد من التمبلت اللي انا عملتها، كيف يستفيد؟ قال لك عشان يستفيد في ويندوز سيرفر 2012 اول خطوة بدك تعملها، انت راح تيجي على نفس السيرفر الرايت مانجمنت جوات تولز جوات التاسك سكادولر، تيجي هون تقول له جوات اكتف دايركتوري رايت مانجمنت سيرفيس، راح تلاقي انه في تنتين معمولين، واحدة منهم ايش هي؟ الاوتوماتيك. هاي هالاوتوماتيك محطوطة ديسيبل، اوقف عليها وقولها ايش؟ انيبل. هاي اول خطوة بتقولها ايش؟ انيبل. بعد ما تقولها انيبل تعال على الرايت مانجمنت سكرها وروح هسه على الجروب بوليسي. ايش بدنا نسوي في الجروب بوليسي؟ اللي بدنا نسويه في الجروب بوليسي اني بدي اطبق بوليسي على مستوى السيرفر، على مستوى الاوفيس 2007، لانه انا الاوفيس اللي نزلته عند الكلاينت هو اوفيس ايش؟ 2007 صح. فلو اجيت انت يا شباب، لو اجيت هون على الجروب بوليسي في الوضع الطبيعي، لو اجيت تدور على اي شيء بتكلم عن ال 2007 اوفيس ما راح تلاقي. هيو في الايديت عند البوليسي عند الادمنستريتيف تمبلت ما راح تلاقي اي شيء بيتكلم عن 2007. طب شو العمل؟ مش مره تعلمنا في الجروب بوليسي ان انا بقدر اعمل ابجريد على هاي الجروب بوليسي من خلال اني اجي اسكر البوليسي، اجيب فايل، الفايل هذا موجود هون عندي، هون بدي اجيبه من ار اس او انا الفايل انا وين حطيته في 2012، خلينا نشوفه دقيقة. طيب نكمل. لو اجينا على الفايل هذا اخذناه واخذناه حطيناه، مش هون بدنا اياه احنا، يلا حطيناه بالسيرفر اصلا، تعالوا ناخده من الدي سي جوات الاي جوات بابليك اي تي، هيو رايت كليك كوبي او كات، خليني اخده. لو حطيناه بيست هذا ايش بده يعمل لي؟ احنا اتفقنا انه احنا بنعمل ابجريد، يرحمكم الله، ابجريد للايش؟ للبوليسي. فانا راح اعمل نيو فولدر واجي اقول له فك لي البوليسي اللي خاصه بالاوفيس 2007 جوات هذا الفولدر. راح اجي بكل بساطه افتح الاي دي ام اكس، ادلت كل اللغات اللي غير الانجليزي اللي ما بتلزمني، واخذ كل محتويات هذا الملف. او قبله خليني ادخل على السي جوات ويندوز، اذا بتتذكروا جوات البوليسي ديفينيشن، البوليسي ديفينيشن وينها؟ هايها ناخذ البوليسي ديفينيشن هاي كوبي، ونروح مره ثانيه على السيس فول مكان تخزين البوليسي، ادخل جوات السيس فول، سيس فول اي يو بوليسي، واحط مين؟ البوليسي هون. بعدين ارجع مرة تانية على هذا الفايل جوات الـ ADMX، اخذ اللي فيه واقول له كوبي، واروح احطهم جوات البوليسي ديفينيشن، وارجع مرة تانية هالمرة اشغل الجروب بوليسي مانجمنت، راح الاقي انه ممكن اعمل بوليسي واطبق عليه هذا الكلام. فاجي هون اقول له في البوليسيز بالويندوز ايش ظهر عندي؟ كل ما يختص بمين؟ بالاوفيس
2007. تعال على مايكروسوفت اوفيس 2007 سيستم، افتحها، راح نلاقي بدنا اشي مكتوب عليه، بدنا بحرف الام مايكروسوفت مانج ريستريكتد بيرميشن، اكبس عليها دبل كليك. في عندي هون بوليسي ايش بتقول؟ سبيسيفاي بيرميشن بوليسي باث، راح اجي عليها واقولها انيبل، واقول له الباث تبع صاحبنا التمبل الار دي ام التمبلت، اقول له اللي جوا ال 192.168.0.1 هاي الباث، تمام؟ اخده كوبي واقوم احطه هون واقول له ابلاي اوكي واطبق هاي البوليسي. فالمفروض اني لو اجيت قلت له جيبي ابديت سلاش فورس واروح عند الكلاينت اجي عند الكلاينت ونقول له جيبي ابديت سلاش فورس لو دخلت هسه على الرن على البابليك على الاي تي فتحنا هذا الملف نقول له بدنا نعمل لك ريستريكت لسه ما طبقت البوليسي لحالها. طيب نتأكد بس من هون من التاسك، نقول له في التاسك سكادولا احنا ممكن نشغلها على التنتين، على هاي انيبل وهاي انيبل، ممكن نقولها رن وهاي نقولها رن برضو. نقول له عشان غيرنا في السكادول نقول له administrator اللي باسورد وباسورد 1 احنا هو الامتداد صحيح. واحدة من الحلول اللي ممكن نعملها لهذا الموضوع عشان لساها ما ظهرت انه نرجع مرة تانية هون على الفايل نفسه هذا. ايش بتتذكروا اعطيناه المرة اللي فاتت؟ احنا شيرناه لمين؟ شيرناه للدومين ادمن ولليوزر تبع مين؟ الار ام اس اللي هو السيرفس اللي شغل السيرفس. بدي اشيره كمان للدومين يوزر عشان يقدروا يوصلوا له، فاقول له كمان للدومين يوزر واعطيه عليهم تشينج واقوم اقول له ابلاي، واجي هون بالسكيورتي برضه اضيف الدومين يوزر
واقول له مثلا لهم عليه موديفاي ابلاي اوكي كلوز، خليني ارجع اعمل ريفرش للبوليسي من هون واعمل ريفرش للبوليسي عند الكلاينت. نشوف راح يبين معنا. ونعمل ساين اوت ساين اون. احنا بما انه طبقنا البوليسي على يوزر ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهر عندي مين يا شباب؟ الموديفاي والفيو. اذا كانت بدها ايش؟ انه نعطيهم صلاحيات على الشيرد فولدر عشان يقدروا يشوفوه. تمام؟ هون اليوزر يعني شفنا احنا حل مشكله انه في 2012 ما بتظهرش باي ديفولت زي 2016، انه كيف انا من بوليسي اخلي التمبلت اللي انا بنيتهم بالرايت مانجمنت هون. طب ليش بنيتهم على الفاضي؟ بنفعش، لازم ابنيهم يستفيد منهم مين؟ الموظف. فبدل الموظف ما يجي يعمل ريستريكت بمزاجه، يعني يقول ريستريكت اكسس وهو يحدد شو الصلاحيات، ممكن يستخدم ايش؟ واحده من الجاهزين التمبلت، فيقول انا بدي اعمل ريفيو، استخدم ريفيو. هسه المفروض طالما انه قال بدي استخدم ريفيو، يس يقول لي مين انت؟ اقول له انا زياد دوت عبدو اللي باسوردي باسورد انت. لاحظوا ايش التغييرات اللي حتصير هسه هون. بلش يعمل الجهاز كونكشن مع الرايت مانجمنت، قال لي فيو بيرميشن، انا بقدر اشوف الفيو بيرميشن. ايش البيرميشن اللي الي؟ انا الي اعمل كل شيء صح، وإلي كمان أعمل تشينج إيش هذا لمين؟ لزياد كل إشي إله صح؟ اطلعوا لو إجيت هون أنا أسكر يس أسيب هذا الكلام، لو أرجع أشغله أنا كزياد حيرجع يقول لي أعطيني يوزر نيم وباسورد يس. إذا كل ما بدك تدخل عليه إيش بدك تحط؟ يوزر نيم وباسورد. أقول له زد دوت عبده اللي باسورد وباسورد انتر. بلاحظ انه انا ايش الي صلاحيات؟ اعدل اكتب صح. طبعا هون مش ظاهر عندي شيء اسمه تشينج بيرميشن لاني انا عم بستخدم تمبلت، مش انا اللي عاملها على مزاجي. هسه بقول بعمل واحده على مزاجي، بس انا كزياد ايش الي؟ كامل الصلاحيات الفول كنترول. ليه؟ لان انا الاونر، انا اللي بنيت الفايل. سكر سيف سيفنا. تعالوا هسه نعمل لوجن بيوزر مين؟ احمد اللي انا طبقت عليه التمبلت من ضمن جروب الاي تي ايش جروب. اقول له دخلني بايد دوت علي وهي باسورد انتر. هذاك على نفس الشيت، هون سيرفر اللي بيتحكم في الموضوع. فتعالوا ندخل مره ثانيه، بس هي نفس الفكره ريستريكت. اجي هون اقول له باسورد، ما هو هون انتوا عشان ما حضرتوش معانا المره اللي فاتت، انا لما يجي اليوزر عندي يعمل هذا الكلام على شيت، يعني اذا اليوزر استقال وطلع يعني راحت علي انا كمش كصاحب شركه او المؤسسه، راحت علي كل الداتا لانه باشا عمل
ريستريكت وطلع. اما لما تكون عن طريق سيرفر انا بقدر اعمل زي ايش مثلا المره اللي فاتت قلنا شباب سوبر يوزر، اليوزر اللي راح احدده هون له يفتح يعمل ان ريستريكت لكل الملفات. ممكن اعمل استثناءات لبرامج ويوزرات معينين من الريستريكت اذا في كنترول من عندي انا كادمن. لاحظوا معي هون الابلكيشن انك تستثني ابلكيشن من انه ينعمل له ريستريكت، يعني مثلا تقول الباوربوينت دوت اي اكس اي ما ينعملوش ريستريكت. لو ارجع مره ثانيه هون هسه انا دخلت بيوزر مين احمد، ندخل على الرن باك سلاش باك سلاش 192.168.0.1 انتر على البابليك اي تي في الفولدر تبع مين او الفايل تبع مين تبع زياد، افتح عليه يس هون قلت له انا هون طبعا عشان الاوفيس لسه بده يشتغل عليه لاول مره. يس قال لي مين انت، اقول له انا احمد دوت علي اللي باسوردي باسورد انت. شغل لي يا ولا لا؟ طب فيو بيرميشن انا ايش اللي اعمل فيو يعني طلعوا ها بقدر اكتب شيء بقدرش. طب بقدر اعمل كوبي بيست اي شيء بقدر اعمل اشي ايش الي انا فيو الي فيو طبعا طبعا. لاحظوا معي لو احمد نفسه قرر ما هو له صلاحية على فولدر الاي تي صح، اجا قال انا بدي اعمل نيو وورد احمد نسميه مثلا، احنا اتفقنا انه احمد ممكن هو بنفسه يعمل ريستريكت، ممكن يستخدم شيء من الديفولت فلو اختار مثلا موديفاي يعني اي حدا في جروب الاي تي بيقدر يعمل موديفاي، وممكن هو لحاله يعمل واحد على مزاجه يعمل ايش واحد على مزاجه فيكبس على ريستريكت دوكيومنت يس. قال لي اكد لي مين انت، اقول له انا احمد دوت علي سوري اقول له احمد دوت علي واللي باسوردي باسورد انت. فتح لي الشاشه هاي اللي ما كانش فاتح لي اياها هناك لانه هون انا بعمل على مزاجي. انا ممكن اجي اقول له بدي اعمل ريستريكت بيرميشن، ممكن اقول له ايفريوان ايش ايفريوان ريد تمام، وممكن اجي اقول له لا مش ايفريوان ريد او اقول له ايفريوان ريد لكن اقول له تشينج اللي بيقدر يعمل تشينج مثلا اقول له شوف احمد زياد زي ما صاحبي ومحترم زياد بالتحديد بدي اعطيه ايش يعمل تشينج، يعني اعطى الكل ريد واعطى زياد ايش تشينج. ممكن يجي يقول بلاش هيك يشطب زياد من هون ويشطب ايفريوان ويجي هون عند تشينج مثلا ويضيف زياد بالتحديد، وممكن يجي لو ضاف مثلا زياد من هون يعني مثلا ممكن يجي عند هون ويقول بتضيف زياد شيك اوكي زياد ايش معطيه انا ريد صح، بس ممكن اعمل مور اوبشن اقول له زياد ايش اللي انا معطيه ريد صح، بقدر اعدل ريد تشينج فول كنترول اعدل، او بقدر اقول له ريد بس بيطلع له مثلا يعمل برنت بيقدر يعمل برنت مثلا، اما يعدل على الدوكمنت نفسه لا بس بيقدر يعمل برنت لانه فيو حتى برنت ما بيقدر يعمل. اذا انت بامكانك بهاي الحاله تعطي الريستريكت اللي بدك اياه للكل وتحدد ناس معينه بريستريكت معين، او انك تستخدم تمبلت من اللي مجهزهم مين الادمنستريتور بسيرفر الفايل رايت مانجمنت الرايت مانجمنت وتختار واحده. هاي اللي بعملها اليوزر لحاله السوبر يوزر. الشخص اللي محدد بالسيرفر هو سوبر يوزر، واكيد ممكن تتحدد الادمنستريتور له يعمل ان ريستريكت حتى لو انت مش معطيه، لانه هذا الكلام كله قائم من سيرفر والسيرفر اللي حدد هذا الكلام.
وضحت الفكرة كيف؟ تمام. إذا أنت بتقدر تعطي أي شخص بدك إياه أي شيء، تمام، وتقول له أوكي، فساعتها لو تكتب من هون أي شيء، لاحظوا هون في عندي change permission مش view، فبقدر أرجع أضيف وأعدل أي شيء بدي إياه، مش زي هديك كانت بس view لأنها template. بالضبط. اللي خاص بمايكروسوفت، بس زي مثلا الايميلات، الاوتلوك، الاكسشينج سيرفر، الشير بوينت، الاوفيس بانواعه، يعني كله مايكروسوفت، لانه مايكروسوفت بتوفر لك كل شيء اصلا يعني. بس تقول لي بدي اف، لا ما لها سلطه على موضوع بدي اف، لانه هون اوفيس بيعرف يوصل لسيرفر، وبالتالي البدي اف ما ملوش على السيرفر. تمام، انفهم الموضوع، اكتمل معنا، وشوفنا كيف انا بظبط موضوع التمبلت. هاي المهمه ما كانتش موجوده المره اللي فاتت، هنا حكينا عنها كيف نضيف التمبلت في 2012. نعم، كملنا شيء قبلها، احنا كنا شرحنا شيء قبله. صحيح، السيرتيفيكت عملنا ال HTTPS سيرتيفيكت، عملنا ايش كمان ال HTTPS صح، وايش تمام. هيك بنكون خلصنا الرايت مانجمنت على خير وسلامه، واكتشفنا شو المشكله سببها، انه اعمل شت داون وشغل كل شيء بيشتغل مره ثانيه. اذا هيك الامور زي الفل، نطلع من هذا الموديول.